مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بين الصدور. رجعنا لكم، كانت أجازة طويلة شوية بس للأسف كان غصب عني. وعايزة في الأول أوجه كل الشكر لأسرة الحدث والنائب محمد إسماعيل صاحب القناة والكاتب الصحفي والإعلامي والزميل العزيز أستاذ سيد علي والإعلامي والأخ ومدير القناة أستاذ أحمد عز والإعلامي الصديق برضو مهندس محمد هلال وأسرة قناة الحدث كلها على تعزيتي الخاصة والعامة في وفاة شقيقتي. شكرا لكم وشكرا لكل المتابعين، وبعتذر اني كنت فعلا مش قادرة ارد على اي حد، وانا بشكركم كلكم ولا اراكم الله مكروه في غالي. نحاول ندخل على فقرة السوشيال ميديا.